طيب نحكي في طريقة أو اختيار أو كيفية اختيار الخطوط للتصميمات الخاصة فيك. لو شفنا إحنا الكتاب اللي عندنا الموجود اللي هان، عنوان الكتاب أم اسم المؤلف مين بده يكون بارز؟ أول حاجة حتلاقي في أغلب الكتب اللي هو عنوان الكتاب، بعدك بيجي تحتيه اللي هو اسم المؤلف، بعدك بيجي ممكن اللي هو سنة الطباعة أو الطبعة أو الشركة اللي طبعت الكتاب. فعليا في التصميمات سواء أي كانت نوع أنواع التصميمات، دائما العنوان والخط مهم جدا، سواء كان حجمه، نوعه، اللون تبعه. تمام. طيب احنا كيف ممكن نختار الخط المناسب؟ في عنا عدة أشياء ممكن نختار من خلالها الخط المناسب. أول حاجة موضوع النص، بيحكي عن فرح، عن حزن، هل هو شكل رسمي؟ تمام. طيب احنا بنعمل انفوجرافيك وفي عنا كمية نص كبيرة، حيكون النص الكبير لو انا بدي اضيفه حيكون مثلا حجمه اقل، تنسيقه بيختلف. تمام. اهم حاجه انه الخط نفسه يعبر عن الهدف من الموضوع، زي ما حكينا موضوع النص بده يعبر عنه. طبعا احيانا نوع الورق، اذا كان الورق مثلا رقيق او خميل او نوع معين فيه فرز باترن. عندنا عده انواع للخطوط، كل خط بيختلف شكله عن الخط الثاني، سواء كان بالتباعد او بالحواف او بالشكل بالكامل. نوع الخط كمثال عندنا هي الخط، هذا خط اسمه العربية، الخط اللي هان اسمه الأقصى ميديا جروب، الخط اللي هنا اسمه الديواني، وهكذا. طبعا في عدة عندنا أنواع، وهذا يعني نموذج، كل خط عن الثاني بيختلف من ناحية السماكة، تباعد الحروف، من ناحية حواف الحرف نفسه، من ناحية الشكل الحرف. يعني يوميا بتم صناعة خطوط جديدة بأشكال مختلفة. عندنا في الخطوط طبعا منها بتستخدم تكون بشكل غامق كبير زي ما احنا شايفين، نستخدمها طبعا في العنوان الرئيسي، هذه نركز عليها دائما، العنوان الرئيسي بده يكون واضح وغامق. تمام. حتى لو اخترت خط عادي زي هذا الخط كمثال، بدنا نعمل له بولد اللي هو يكون غامق حتى يكون واضح دائما هيك العنوان. في عندنا عنوان فرعي ممكن يكون اقل منه من ناحية الحجم، او خط آخر ولكن بيكون مختلف عن العنوان الرئيسي، يعني أقل سماكة. تمام. المتن حتى يعني هنا الخط سماكة الحرف بيكون كبيرة، أما هنا المتن بيكون أقل وأصغر حتى بيكون مريح للعين وأسهل للعين. هاي شكل من أشكال الخطوط، الخط الرئيسي واضح وكبير. الخط الفرعي، هذه الخطوط الفرعية، هي المتن اللي هو الخط واضح بنقدر نقراه بكل سهولة، ما بيحتاج تركيز كبير، أما هذا بدك تجيب النظارة وبدك تتعب وأنت بتحاول تقرأ فيه. عندنا نموذجين، هي النموذج الأول والثاني، هذا بكل سهولة بإمكاننا نقرأه لأنه الخط واضح والتباعد ما بين الكلمات واضح، حتى الكلمة الواحدة ما فيها أي تعرج أو تكسير. أما هذا الخط هو طبعا هيك نوعه، يعني هو مش إما مش صورة ومعمولها تكبير وصار فيها بيكسل، لا هو نفس النوع الخط هيك، فبالتالي هذا حيكون في مش سهل انك تقرأه، يعني حيكون في صعوبة. اما هذا الخط حيكون بشكل اسرع، بيعطي بدك تركيز اكتر عشان تقدر تقرأ. هاي الفرق بين الكلمة هان والكلمة اللي هنا، نفس الكلمة ولكن هذا بنوع خط وهذا بنوع خط، هذا محتاج انه انت تركز وتفهم شو الكلمة هذه، تحاول تركز في الحروف اكتر. طبعا لما يكون عدة كلمات حيكون الامر اصعب عليك. لما يكون الخط واضح فبالتالي بنقدر نقرأ كمية كلمات أكتر وبكون في سرعة في قراءة الكلمات، أما لما يكون مش واضح فحيكون في صعوبة في القراءة. تمام. فبالتالي إنه هو بيساعدنا في موضوع إنه نقرأ أكتر. يعني إحنا نلخص الكلام، أهمية الخطوط بتساعدنا إنه نقرأ بشكل واضح وبنفس الوقت نقرأ بشكل أكبر نصوص أكتر، ومش محتاجة إنه يعني الخطوط إذا كانت مناسبة ما بتخلينا نركز أكتر حتى نعرف نقرأ، فبيكون فيها يعني more comfortable، يعني أكثر راحة. طيب إحنا خلينا نأخذ الآن نماذج. عندنا شكل، هذا كتابة وعبارة عن فقرات الآن، يعني هو الفقرات هذه لو كلها بدون فراغ ما بينهم حيكون في عندي يعني دش كلام هيك، لكن هنا الفقرات هذه بتعمل لي تسلسل هرمي واضح، فبالتالي انت في صناعة الانفوجرافيك بده يكون عندك تسلسل واضح ما بين كل فقرة لحال، ما تعمل يعني دمج ما بينهم حتى يكون الموضوع عندك واضح. يعني هاي مثال تاني،
نفس الحاجة، إنه هي عندنا في فقرات، لكن الفرق اللي هنا ما بين الشق اليسار والشق اليمين إنه هنا العناوين الرئيسية عاملها بولد، تمام؟ هاي العنوان الرئيسي معمول بولد، وهي العنوان الفرعي برضو بولد. البولد المقصود فيه يعني تغميق للون، وممكن أغمق بعض الكلمات المهمة، يعني هذه الكلمة مثلا تم تغميقها بتكون بشكل أوضح. وبنفس الوقت في عندي فقرات، فهذه المنطقة اللي هنا التنسيق اللي هنا بيكون أجمل، تمام؟ إحنا هنا بنحكي عن فقرة نصية بشكل عام، بنحكي عن خطوط، لكن طبعا كإنفوجرافيك هذا محتاج إنه يكون تبسيط للمعلومات، محتاج يكون أيقونات، لكن نتكلم الآن عن الخطوط. فعندنا الخطوط تستخدم لإبراز العناوين النقاط الرئيسية. هاي الخط هذا كبرناه، غيرنا نوع الخط، أو استخدمنا أي وسيلة، المهم يكون عندنا بشكل كبير زي ما احنا شايفين. هاي عندنا واحدة، تنتين، ثلاثة، أربعة. إيش الفرق بينهم؟ نفس الكلمات، ولكن في فرق بالتنسيق تبعهم. الخط الأول عبارة عن خط غامق، الخط الثاني نفس النوع الخط، كلهم نوع واحد، الأول غامق، الثاني خط عادي مش بولد، الثالث تم تصغير حجم الخط، الرابع تصغير حجم الخط وتغيير لونه. فصار في عندي نوع واحد للخطوط بقدر أنا أستخدم وأعمل تنسيق له، لو حتى نوع واحد بقدر أستخدم عدة تنسيقات له حسب ما أنا بدي. اتفقنا العنوان بده يكون غامق، العنوان الفرعي أقل منه درجة، المتن بده يكون بشكل يعني بسيط مش غامق. حجم الخط متعلق في جهة العرض اللي بدنا نعرضه، بدنا نعرضه LCD، بدنا نعرضه في باوربوينت، بدنا نعرضه بدنا نطبعه، الطباعة بدها تكون حجم كبير ولا حجم صغير. هاي الأشياء هي اللي بتربطنا في موضوع حجم الخط. أكتر حاجة موجودة في التصميم أو أكتر إشي واضح العنوان، فدائما ركزوا على العنوان تبعكم، هو بيعطي لمسة جميلة. العنوان معمول بشكل مرتب، بشكل خط رسمي، تمام؟ حتى هنا في يعني ملاحظة تانية، إنه لا تنسى أن تترك الكثير من المساحات في تصميم الملصقات. يعني في عنا بنخلي بنش كله كلام 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 وأيقونات، ممكن نخلي صورة توضح التصميم تبعنا، خصوصا في موضوع اللي هو الملصقات، هذا اسمها ملصقات. الإشي البارز فيه ما في صورة، النص أول حاجة، النص تلاحظوا هان الخلفية اللي وراه معمولها زي البلور. لو كانت الخلفية أنا بدي أركز، هل أنا بدي أشوف الخط نفسه ولا بدي أشوف الخلفية؟ لو كانت الخلفية عندي هنا مش معمولها بلور زي هيك، فهيكون في عندي تشتت، تمام؟ فأنا أي خط بدي أحطه بدي أحط خلفية وراه، هذه ملاحظة تانية في التصميم، أي خط بدي أحطه أحط خلفية وراه، إذا كانت الخلفية فيها تعرجات أو شكل طبيعي أو أي أشكال تانية بدي أخليها مموجة أو مموهة، تمام؟ حتى يكون الخط هو أو العنوان هو الشكل الرئيسي. المميز واللافت في هذا التصميم العنوان. العنوان رقم واحد، أكبر حاجة في كل التصميم. بعد هيك عندنا العنوان الفرعي وهي المتن، العنوان الفرعي وهي المتن. طيب احنا ممكن نميز النص من خلال اللون الخلفية، نفس الكلام حكيت لكم اياه في موضوع الخلفية. هي عندي العنوان في خلفية، لكن لو خليت الخلفية بارزة والعنوان بارز حيكون في تشتيت عندي، فبالتالي هنا حطينا زي السوليد لونها ازرق وعملنا شفية عشان يكون الخط عندنا بارز. فممكن اميز الخط او النص عندي من خلال الخلفية، لازم يكون في تركيز على جزء معين في التصميم، ما بنفع اركز عيني في كل مكان، التركيز بده يكون على اول شيء العنوان، بعد هيك التفاصيل. طبعا ممكن ابدا من التفاصيل للعنوان حسب شكل التصميم ونوع التصميم، وهذا الموضوع بيحكي فيه بيتعلق فيه مبادئ التصميم. الخطوط تثير العاطفة، الحب، الحزن، الفرح، تمام؟ الخط له دخل؟ له دخل في الموضوع. يعني هي عندنا هي خط وهي خط، الاثنين بيحكوا هابي وهذا هابي، يعني هذا سعادة وهذا سعيد وهذا سعيد. لكن انت برأيك شو رأيك، هذا الخط ولا هذا الخط؟ مين اللي بيمثل في التصميم انه يكون هنا في سعادة، هان ولا هان؟ تمام؟ فنوع الخط له دور في موضوع اللي هو انك بدك توصل رسالة، زي ما حكينا احنا في الألوان قبل هيك، رسالة حزن، فرح، لمطعم، لغيره، تمام؟ الخط اللي هنا، حجم الخط ونوع الخط بيعطينا أكثر ثقة واتزان. خلينا نلاحظ الحرف الأول سي، الحرف اللي هان سي، حيكون في فرق بين الخط الأول والخط الثاني من ناحية بداية الحرف أو نهايته، هذا له دور. يعني ممكن يكون هالنهاية
زي ما احنا شايفين اللي هو ثابتة، وهل مثلا يكون فيها حركة أو مائلة أو دائرية، لما حرف الأف كما زي اللي قاعدة، حرف الأن له قاعدة، تمام. هنا يعني بيختلف عنه من ناحية القاعدة نهاية الحرف. طيب هان نفس الحاجة اللي هي في حواف الحرف، يعني هي أن الحرف التي هان لاحظين حرف القاعدة اللي هنا، أما هذا الحرف حيكون بشكل حر وهنا يستخدم يعني كأنه كتابة عادية، أما هنا خط بشكل رسمي ثقة ممكن أستخدمه في المطبوعات الرسمية والأمور هذه، هذا ممكن أستخدمه بأشياء اللي فيها فرح أو فيها يعني حرية أكثر، يختلف عن الأشياء الرسمية. طبعا ممكن أستخدم الخطوط إنك تساعد إنه يكون الخط مرح أكثر، طبعا هذا نوع من أنواع الخط. الفكرة في موضوع التركيز على الأسلوب والتفرد إنه يعني كل يعني هنا اختيار كمثال الأيقونات اللي هنا مع الألوان اللي هنا، فهو بشكل عام بيعطيني شكل جمالي هيك. طيب احنا عندنا هي خط الجزيرة كمثال، خط الجزيرة في منه خط واحد هو الجزيرة، اسمه الجزيرة، لكن في منه عدة أنواع. يعني هان في عندنا الجزيرة بولد، هان الجزيرة ريجولار، وهان لايت، تمام. هذا كله خط واحد، وهي نموذج لإلهم، يعني عملت هان الشكل، هذا خط اللي هو الجزيرة بولد نفسه، وهذا اللي هو الثاني، وهذا الثالث. الآن هذول كلهيتهم عائلة واحدة، ممكن أنا أستخدمهم واحد في العنوان الرئيسي، ممكن أستخدم هذا في العنوان الفرعي، وهنا في المتن. ويفضل إن الواحد في كل تصميماته يستخدم خط واحد من ضمن العائلة هذه، وبأوزان مختلفة من ناحية الحجم تمام والألوان، حتى إن عمل تفريق ما بين الفقرات زي ما اتفقنا، أو أستخدم ثلاث خطوط، يعني ما أكثر من الخطوط، إن أكثر من الخطوط بصير الشكل غير جميل يعني، تمام. خلينا نحكي بس احنا خط الجزيرة، هي خط الجزيرة نفسه، هذا برضو مكتوب هنا كلمة خط الجزيرة، هو فعليا خط الجزيرة، تمام. في الغالب نستخدمه في الأشياء الرسمية لأنه هيك ثابت وما في حركات كتير في الخطوط، تمام. حتى نفسه هو تابع لخط الجزيرة على قناة الجزيرة. طيب اتفقنا انه نستخدم خط واحد من عائلة واحدة، او ثلاث انواع من الخطوط نستخدمها كحد أقصى بأوزان مختلفة زي ما اتفقنا، كبير أقل منه درجة وهكذا. المهم يكون في بينهم تجانس هذول الخطوط، بدنا نتفق إنه يكون الثلاث خطوط اللي استخدمهم فيهم تجانس، نفس المثال اللي عندنا هان، يعني يكونوا قراب من بعض. ممكن يكون الحركة أخف من ناحية كلمة الطاء مثلا، فيها مادة لهيك شوية ما فيش مشكلة، ولكن قراب من بعض، ما يكونوا زي اللي شفناهم توي اللي هو الألوان اللي زي كلمة تابي اللي هي مختلفين عن بعض كليا. في عنا عدة أنواع الخطوط كبيرة، سواء كانت باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، سواء كانت العنوان بده يكون مائل، بده يكون مراعاة في موضوع الشكل والتصميم، بده أركز إنه هان يكون بولد، تمام. طبعا هان بيعطينا الخطوط اللي ممكن تنفع معاك في موضوع اللي هو تكون كعنوان، البروفيشنال هان، المودرن، الكلاسيكال، تمام. الكلاسيك هاي الخطوط منها ممكن تساعدك، المتن اللي هي البادي فونت، هي عنا برضو أنواع عدة خطوط، طبعا هذه باللغة الإنجليزية. طيب خلينا نشوف إحنا نماذج للتصميمات أو للخطوط. هي عنا الخط كلهم طبعا خط واحد، هي نوع الخط 46 درجة الخط العنوان، وهان 20، وهان عنا 14 اللي هو المتن، فصار عندي في فرق ما بين الأوزان زي ما حكينا، خط واحد بأوزان مختلفة. طيب عندنا هي هنا عندنا نوعين من انواع الخط، عندنا النوع الخط الاول 52 ونوع الخط الثاني 14، هذا 14 وهذا 52. طبعا هان في ممكن يكون نوع الخط مقصود تباين عالي او تباين منخفض، تباين يعني اختلاف، ممكن يكون هنا خلينا نشوف حرف الاو، شوف حرف الاو اللي هنا في اختلاف، تمام. حرف الاس هان، حرف الاس هنا في اختلاف، فممكن انا اختار خط في تشابه كبير ما بينهم، أو أختار خط في اختلاف كبير ما بينهم، ما بدناش حاجة وسط، يعني يا تباين عالي يا تباين منخفض يعني قليل، تمام. حتى أنه يكون في فرق، يعني أنا الفكرة أنه العنوان لازم يكون هو بارز. طيب إحنا عندنا هاي في خط نفس النوع، هان مختلف 52 حجمه كبير، وهنا خط تاني مختلف حجمه يعني أقل منه، لكن هان في عنا واضح أنه في تباين عالي، اختلاف من نوع الخط، نوع الخط لهان بيعطيني شكل جمالي، ولكن تباين اختلاف يعني من نوع الخط، ولكن حجم الخط هان أكبر 52-14. هاي عندنا هان خط بيختلف عن الخط اللي هنا، هان 52 و16، تمام 52 و16.
نفس الحاجة هن 54 و16، هاي الخط والخط الثاني في اختلاف ما بينهم. بدنا نركز انه للطباعة بده يكون عندنا من 10 ل 14، لما بدنا نعمل للشاشة ممكن يكون عندنا من 14 ل 18، حسب يعني زي ما اتفقنا في البداية، حسب مكان وعرض المحتوى، وين بدنا نعرض المحتوى تبعنا. خلينا نشوف هنا التسلسل الهرمي للنصوص. هاي عندنا 27 هذا الخط، الهيدنج العنوان، الصب هيدنج اللي هي العنوان الأقل منه أو التسمية التوضيحية 18، البادي 12، الكابشن اللي هي الهوامش أو التعليقات اللي في الأسفل بدها تكون 8. فعندنا في تسلسل في حجم الخط. طيب هنا في حطينا رابط للخطوط بشكل عام، الخطوط العربية والخطوط باللغة الإنجليزية. في عندنا هنا موقع لاختيار الخطوط، خلينا نشوف الموقع. عندنا هاي خط نكتب مثلا الاسم هان، بيعطيني هان كل خط، خلينا نخليه باللغة الإنجليزية، بيعطيني هان كل خط كيف بده يكون شكله. تمام، عندي هاي كمثال، هاي الخط هذا الشكل، هاي اسم الخط، بقدر آخذ الاسم هذا وأبحث عنه وأنزله وأستخدمه. هاي الخط الثاني خط الأندلس كمثال. تمام، أنواع الخطوط هذا بيعمل لك معاينة للخطوط، يعني أنت إيش اللي بدك إياه بالضبط بيعطي لك إياه. يمكن حسب الحاجة اللي أنت بدك إياها. طيب نجرب نكتب باللغة الإنجليزية كلمة غازا، فبيعطيني عدة أشكال من الخطوط. طبعا هاي هذه مثلا حرة، نكون ممكن نكون أكثر رسمية. تمام، يكون هاي مثلا عندك غامق كتير. طب كيف إحنا ممكن ننزل خطوط؟ في عندنا هان موقع اللي هو اسمه أراب فونتس، من أفضل المواقع صراحة في موضوع الخطوط، يعني هو حتى هاي عامل الأقسام، خطوط عربية جديدة خلينا نشوفها، خطوط القنوات والشركات، خطوط حسن، خط الرقعة، الخط الديواني، خط الكوفي هذا قريبنا الخط، المغربي، الفارسي. تمام، هاي كلمة سبحان الله، بيعطيني أنواع الخطوط وكيف المعاينة لإلها. لو بدي انزل الخط هذا بقدر اجي اعمل له من عند كلمة تحميل مباشر، فالان تلقائيا بعمل تنزيل، بضغط عليه وبعمل له هان اللي هو عفوا انستول، بصير الخط هيك تلقائيا موجود عندي. طيب هاي خطوط القنوات والشركات، هاي نوع من الخطوط، نوع تاني هذه انواع مختلفة، تختار الخط. طبعا هاي فينا التالي نمشي معاهم حتى نختار الخط اللي احنا شايفينه مناسب لإلنا، خط الالبسي ممكن نختار هذا الخط كمثال، نيجي نعمل له تحميل مرة تانية، بينزل عندنا هان، نعمل له انستول، بصير عند الخط الآن بقدر استخدمه. لو ما لقيتوش موجود عندي بسكر البرنامج، اي برنامج كنت شغال عليه، وبفتح مره ثانيه بصير موجود عندنا. طيب هان خطوط حسن، طبعا هذه خطوط جميله، خطوط حسن هي بيعطينا هان معاينه، نقدر ننزل الخط اللي بدنا اياه. هان الخط الديواني هان ممكن استخدمه فيه العناوين برضو، طبعا مش كل العناوين بيزبط معاه، هذا الخط كمثال جميل جدا، نعمله تنزيل موجود عندك، فممكن تعمل يس او نو، انا موجود عندي هذا الخط. طيب هيك ان شاء الله بنكون نهينا محاضرتنا، واتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتم. الله يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.